مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم. هذه بداية الأسبوع، أمسية جديدة من أماسينا اليومية اللي تعودتوا أكيد تلتقون ويانا فيها يوميا في نفس الموعد في كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد بإذن الله. مشاهدينا صرتوا أكيد متعودين على وسائل التواصل ويانا، بننتقل مباشرة إلى فقراتنا لهذا المساء وراجعين. أمني من أمن جاري هي مبادرة للتوعية الأمنية أطلقتها شرطة الشارقة. ظروف غامضة على اليوتيوب. وأول مشروع إماراتي لتربية الهامور في أقفاص. حياكم الله. إذا مشاهدينا في بداية هذا اللقاء، لا تقتصر حماية الأمن في أحيان كثيرة على الجهات الرسمية، إذ أن هناك دور مهم وفاعل يلعبه المجتمع للمحافظة على الأمن أو مصطلح على تسميته بالأمن الاجتماعي. وديننا الإسلامي الحنيف أكيد حثنا على مراعاته، حيث أوصى سيدنا خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام بالجار وحتى سابع جار. القيادة العامة مشاهدينا لشرطة الشارقة في إطار حرصها على رفع مستوى الوعي المجتمعي والحس الأمني وتحقيق المسؤولية المجتمعية في هذا الشأن، أطلقت مؤخرا مبادرة توعوية أمنية تحت شعار أمني من أمن جاري. خلونا نتعرف أكثر مشاهدينا على هاي المبادرة، ما تحمله من أهداف نبيلة، ويكون معنا في فقرتنا الأولى من أماسي هذا المساء سعادة الدكتور محمد خميس العثمني مدير إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة الشارقة. مساك الله بالخير. يا مساء النور، أهلا وسهلا بكم. حياك الله. الله يحفظك. يعني دكتور، لو نتعرف في البداية على هذا المسمى أمني من أمن جاري، وليش اخترتوا هاي التسمية بالتحديد لهاي الحملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمسمى، هو يحاكي طبعا المبادرة اللي أطلقت. نعم. ويشرحها بنفس الوقت، بحيث أنه يسلط الضوء على نقطتين مهمات في المبادرة هي أساسا. نعم. بادي الأمر طبعا لابد من الجار أن يراعي حقوق جاره، ولابد أن فعلا هناك في تكافل وفي اندماج، ولابد أن حسن جيرة. وهذا يشرح طبعا أمني من أمن جاري، بما أننا لاحظت أي شيء على بيت جاري، سواء كان ملاحظة سلبية من ناحية تعدي جنائي أو احتمال سرقة أو أي شيء مريب. أحيانا الجمهور دكتور بيفهم أن أشتكي على جاري، شي بيفهم؟ لا طبعا ما أشتكي على جاري. طبعا أنا لو لاحظت أنه في بيت جاري قد يكون هناك تعدي منزلي على بيته، أو قد يكون هناك في بيته يمكن يتعرض لأي خطر أو ما إلى ذلك. نعم. لابد أن أنا أكون معه، لابد أن هناك حقوق علي أن أكون مع جاري وفعلا أن أبلغ أو أن أنا أتواصل مع الجهات الأمنية. نعم. حيث أن فعلا تتخذ إجراءاتها. وبنفس الوقت هو يمكن بعد كذلك المسمى يشرح مثل عندنا شعبي يقول لك إن حشر جارك حشرك قريب. نعم. معناها لو إن فعلا جارك صار له أي شيء سلبي، اتوقع إن في القريب العاجل قد يكون نفس ما صار لجارك قد يؤثر عليك كذلك. نعم. أيضا ما يحدث لجارك. نعم. بالفعل يعني. لكن أعتقد دكتور أن هاي طبعا أول مرة تطلق القيادة العامة لشرطة الشارقة مثل هذه الحملة، ومثل ما خبرتني يعني قبل الهوى دكتور أن هاي الحملة بتكون مستمرة طوال العام وليس فقط في فترة الصيف. لابد أن هناك الحقيقة حاجات أو حاجة دعت إلى إطلاق مثل هاي الحملة، ما هي هذه الحاجة أو الحاجات؟ بالنسبة للحملة هي مستمرة. نعم. ولكن أطلقت في هذا الوقت على أساس أن فترة الصيف فترة غياب عن المنازل وسفر وما إلى ذلك. فالحاجة اللي دعت لها طبعا هناك عدة أهداف نتحققها هذه المبادرة. نعم. منها أول شيء أن الشخص لما يغادر بيته يشعر طبعا بالطمأنينة، يثق أنه فعلا بيته محافظ عليه وما إلى ذلك. بنفس الوقت المبادرة هذه تنشر نوع من التوعية والفكر لدى أو المشاركين في هذه المبادرة، بحيث أنه يعرف كيف أنه فعلا أنا
أقي نفسي بنفسي، كيف أني فعلا قبل ما أنا أسافر أو قبل ما أطلع بيتي قبل ما كذا، شو اللي هي الإجراءات الوقائية الاحتياطية لازم اللي أقوم فيها بحيث أني فعلا أمنع دعوة الناس أن فعلا تتجنى علي، أو أن أدعو الناس أن فعلا تعال اسرق بيتي. هذا مثل الدعوة أن بشكل غير مباشر أدعو الناس تعال اسرقني. نعم. تعال والله أنا بكون مجني علي بسهولة جدا. صحيح بالفعل. لكن لم يكن هو على معرفة ودراية، بالعكس يضع حد لهذه الأمور. والأمن طبعا تعتبر مسؤولية الجميع، فلو فعلا تكافلنا وفعلا تبادلت الأدوار في هذا الشيء نسعى لتحقيق هذا الأمن. نعم. هو من الملاحظ دكتور أن خصوصا في هاي الفترة يعني في فصل الصيف ومع كثرة سفر العائلات الحقيقة تكثر السرقات خصوصا في المناطق السكنية اللي فيها فلل أكثر من المناطق السكنية اللي فيها بنايات. هل هذا يعني أن تركيزكم في هاي الحملة فقط على المناطق السكنية اللي فيها فلل أكثر من المناطق السكنية اللي فيها بنايات، بحيث أن طبعا الخصوصية في الفلل تكون أكبر وتتعرض كذلك أيضا للسرقات والتعديات بشكل أكبر؟ بالنسبة لموضوع السرقات والإحصائيات الموجودة عليه، الحمد لله سنة عن أخرى نحن في تطور إيجابي. نعم. ومعدل الجريمة ينخفض بشكل كبير خاصة بالنسبة للسرقات وما إلى ذلك. نعم. أما بالنسبة لهذه المبادرة هي تحاكي نوع معين اللي هو الفلل، كيفية أن نقلل من السطو أو السرقة الفلل، ولكن مثل ما تفضلتي هناك مجتمعات ثانية أو بيئة ثانية ممكن فعلا تعدى أو فيها سطو أو سرقة أو ما إلى ذلك. نعم. ولكن كل بيئة لها مبادرتها ولها فعلا الأسلوب اللي احنا نتعامل معه في الحد من الجريمة وإبقاء مستوى الجريمة على الحد الأدنى منه بإذن الله. جميل. هذه المبادرة أكيد تتضمن عدة برامج، نحن الآن ما نتكلم فقط عن التعدي بالسرقات على المناطق السكنية اللي فيها فلل، ولكن يعني تشمل أكيد أكثر من برنامج ويعني يقع تحتها أكيد أكثر من هدف. خلنا نتعرف منك دكتور كذلك أيضا على يعني البرامج اللي تتضمنها هاي الحملة ولمن موجهة بالتحديد؟ هي موجهة في البداية لأصحاب المنازل والفلل. نعم. خاصة للمقبلين على سفر أو حتى فترة غياب عن منازلهم. البرامج اللي صارت بالنسبة للمبادرة هذه أساسا في البداية كانت توعوية وأعدت لها من فترة تقريبا أشهر قبل الصيف، وكان هناك تنسيق مع أجهزة الإعلام بشتى وسائلها سواء المرئية أو المقروءة أو المسموعة لكيفية فعلا تسجيل في هذه المبادرة، كيفية الواحد أن يحافظ على بيته ومنزله وعلى جاره بنفس الوقت لحمايته من التعرض لأي حادث من سرقة أو تعدي جنائي وما إلى ذلك. نعم. كذلك أيضا يعني أنا ما بركز فقط على موضوع السرقات ربما أو تعدي، يعني الكثير الحقيقة من الظروف اللي ممكن تتعرض لها الفلل السكنية أو المناطق السكنية في غياب ذويها أو في غياب قاطنيها، يعني من أبرزها ممكن في فصل الصيف حوادث الكهرباء الحقيقة والحرائق وغيرها. هل كذلك أيضا هاي المبادرة تتضمن جميع ما يمكن أن تتعرض له الفلل السكنية بالنسبة للجيران؟ بالنسبة للمبادرة هي اختصت أساسا على التعدي وعلى السرقات وما إلى ذلك. نعم. ولكن هناك في برنامج توعي في هذه المبادرة يشرح لك كيفية أنك تأمن فعلا منزلك. ومن ضمن النقاط المطروحة هي مثل ما تفضلت فيها سواء كان أمور تأمين الكهرباء أو ما إلى ذلك، أو حتى تأمين المنزل اللي هو فقط عفوا مو مثل ما تفضلت السرقة أو التعدي أو ما إلى ذلك، حتى قد يكون هناك موجود بالقرب من المنزل أو يزور المنزل المزارع أو ما إلى ذلك. بالضبط. كيف أن أنا أحمي منزلي من أي حتى تعدي من آخر؟ نعم. كيف أن أنا أحمي منزلي من أي تعدي آخر؟ كيف أن أحمي أوجد بيئة آمنة في منزلي؟ نعم. من الأساس. وبعدها طبعا الجار بعد زيارته من الفريق العمل لو أنا فعلا سجلت في هذه المبادرة كيف أنه يلاحظ فعلا إذا كان في أي ملاحظة سلبية أو ما إلى ذلك يتواصل مع الجهات الأمنية. جميل. نحن بنتعرف على كذلك الوسائل اللي تبعت للتوعية وكذلك أيضا إطلاق هاي الحملة ونشر هاي الحملة بين السكان وأيضا المنطقة الجغرافية اللي شملتها هاي الحملة في إمارة الشارقة، لكن عندنا فاصل قصير مشاهدينا من بعد نواصل حديثنا.
يا هلا يا مرحبا بكم مشاهدينا مجددا. طبعا ما زلنا في حوارنا مع ضيفنا المقدم الدكتور محمد خميس العثمني، مدير اداره الشرطه المجتمعيه بالقياده العامه لشرطه الشارقه. حياك الله دكتور مره ثانيه. ما زلنا طبعا نتكلم عن مبادره امني من امن جاري، وكنت قبل الفاصل يعني اتساءل عن المناطق الجغرافيه اللي غطتها هاي الحمله خصوصا في هاي الفتره فتره الصيف. هي الحمله غطت جميع جهة الاختصاص الموجودة في إمارة الشارقة، نعم، سواء كان في المدينة نفسها أو على ضواحيها مثل المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. نعم. وطبعا وضعت هناك وسائل الاتصال والتواصل سواء كان في التسجيل أو سواء كذلك في الإبلاغ أو ما إلى ذلك في جميع المناطق الموجودة هذه، أساسا تشملها هذه المبادرة. نعم. كذلك أيضا يعني طرق التواصل يمكن مع الجمهور هاي مهمة جدا في إطلاق أي حملة أو إطلاق أي مبادرة. الوسائل اللي تبعتها أو اللي تبعتوها في هاي الحملة للتواصل مع الجمهور شو كانت؟ هي تنوعت الوسائل الموجودة للتسويق ولشرح المبادرة من الأساس. نعم. قبل إطلاق هذه المبادرة وما زلنا في تواصل مستمر. طبعا مثل ما قلنا في البداية عن طريق وسائل الإعلام بشتى أنواعها سواء المقروء أو المسموع أو المرئي. مرئي. نعم. عن طريق التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها. نعم. كانت هناك محاضرات على بعض المدارس. جميل. التوعوية. كان كذلك تواصل مع مجالس الضواحي والقرى. جميل. في بروشرات وزعت، في كذلك يافطات موجودة وكتيبات تشرح المبادرة هذه وتسوق لها بنفس الوقت للتشجيع فعلا في تسجيلها. تم توزيعها على المنازل في المناطق السكنية المستهدفة، وزعت على المنازل ووضعت في المحلات التجارية الكبرى ووزعت. نعم. كذلك في بعض الدور والمؤسسات سواء كانت المحلية أو الاتحادية الحكومية. نعم. منها والخاص لتصل لأكبر شريحة ممكنة للمجتمع. جميل. هو طبعا شمل يمكن وسائل التواصل كلها، إن كانت وسائل إعلام أو إن كانت وسائل التواصل الاجتماعي، أعتقد هذا بحد ذاته يعني كافي أنه يجمع أكبر شريحة مستهدفة الحقيقة في هذه الحملة أو هاي المبادرة. الحس الأمني الحقيقة ورفع مستوى الحس الأمني يعني مهم جدا في نجاح مثل هاي الحملات. كيف باعتقادك دكتور مثل هاي الحملات ممكن أنها ترفع بالفعل من مستوى الحس الأمني لدى الأفراد والمجتمع بشكل عام؟ الشخص لما يحس فعلا أنه عنده مسؤولية في المجتمع وفي مسؤولية تكاملية ما بينه وما بين الجهاز الشرطي في تحمل المسؤولية وفي رفع الحس الأمني، فالمبادرة تحاكي أساسا كيف أنا أحافظ على أمن جاري. نعم. عند تسجيل الشخص في هذه المشروع أو في هذه المبادرة يقوم فريق في زيارة الجار وشرح الموقف له بأن فعلا جاره قد يكون في المرحلة هذه في فترة غياب في سفر أو ما إلى ذلك، لابد أن ينتبه لموضوع جاره، يحافظ عليه، يحافظ على حقوق الجار، بالعكس تضمن كذلك حقوق تكافلية. نعم. وترى أمور جيرة يمكن قد ما نقول افتقدناها. صحيح. ولكن في تناقص حاليا في الفترة الأخيرة يعني وفي السنوات الأخيرة. بالفعل. لكن ننمي هذا الجانب ونطرح الجانب ويكون في فعلا هناك اندماج وتواصل ما بين المؤسسات الشرطية وبين المجتمع والجيران بهذه الشرائح جميعها، طبعا يكون هناك في إدراك، يكون هناك في نوع من الثقة، يكون هناك في إحساس في الأمن. نعم. المتبادل ودوري أنا في فعلا رفع الأمن. نعم. ويكون له حس الأمني رفيع بإذن الله. نعم. هو ليس فقط يعني رفع مستوى الحس الأمني، لكن مثل ما ذكرت يعني هو التواصل يمكن يكون هدف غير مباشر مثل هاي المبادرات أو الحملات، التواصل بين الجيران اللي اليوم بالفعل أصبحنا نفتقد هذا الموضوع خصوصا في المناطق السكنية الجديدة. يمكن في هاي المناطق الجيران بعدهم ما يتعرفوا على بعض، أو يمكن ما يكون في مسؤولية مشتركة من بين الجيران، فمثل هاي المبادرات أو مثل هاي الحملات ممكن بالفعل أنها تقرب بين الجيران وتحمل كل منهم مسؤولية الآخر أو توصية ربما على الآخر. الآن من أطلقتوا هاي الحملة دكتور تقريبا كم شهر؟ إحنا صار لنا طبعا هنا من أطلقناها 3 شهور. من بداية طبعا التخطيط لها والتسويق لها و 3 أشهر. نعم. ثلاثة أشهر. ولكن التطبيق للمبادرة تقريبا من بداية الصيف اللي هو من قبل رمضان. قبل رمضان. نعم. الآن من قبل رمضان إلى الآن كيف شفتوا تجاوب الجمهور أو المستهدفين من هاي الحملة؟
الحمد لله بما أن كان التسويق لها جيد والشرح لها جيد وحتى لأهدافها وكيفية التسجيل بها، كان هناك في إقبال جيد من قبل الجمهور في التسجيل لهذه المبادرة، لأنها أول شيء هي طبعا مجانية. نعم. المبادرة هذه مجانية، ما في عليها أي رسوم وما فيها عليها شيء، ولكن كل مبادرة لابد لها من قياس أثر لها كيفية تحقيق أهدافها وما إلى ذلك. ويكون هالشيء طبعا بعد فترة من مرور هذه التنفيذ، وإن شاء الله بعد الصيف بإذن الله بيكون لقياس أثر في الأعداد ونسبة انخفاض مستوى الجريمة وما إلى ذلك. نعم. ونسقطها على الجهود اللي صارت بإذن الله. نعم. يعطيكم ألف عافية عموما يعني على إطلاق مثل هاي المبادرات. دائما الحقيقة القيادة العامة لشرطة الشارقة دائما سباقة لإطلاق مثل هذه المبادرات اللي من شأنها فعلا أنها ترفع مستوى الحس الأمني وكذلك أيضا المجتمعي. أنا بس أبغى أسألك إذا كانت هناك بشكل سريع مبادرات أخرى الآن تعدون لها بعد هذه الحملة أو بعد هاي المبادرة بشكل سريع. المبادرات بشكل كبير مستمرة. نعم. وخاصة هي مثل مواسم، نحن مرفعة الصيف، يمكن آخر حملة حاليا اللي هي الحد من حوادث الدراجات المائية. نعم. الفترة اللي هي قد يكون هنا حاليا في فترة الصيف اللي هو السباحة، كيف أن فعلا أنا أحافظ على الجمهور من ناحية الغراق وما إلى ذلك. نعم. هنا فترة الصيف كذلك تحمل اللي هي الأعراس، كيف أن فعلا أنا ما أتعدى على جاري ولا سب ناحية إزعاج ولا من حقوق الشارع وما إلى ذلك. ونعد حاليا لاستقبال العام الدراسي الجديد في برنامج الثقافة الأمنية اللي هو مستمر من 5 سنوات، وكيفية كذلك استقبال العام الدراسي. نعم. وكيفية احتضان هذه نعتبر أنها مهرجان، خاصة بداية يعتبر مهرجان وفرحة، كيفية فعلا أن نرتقي في تقديم خدمات تكون راقية بإذن الله عز وجل. نعم. عموما كل الشكر لك على وجودك معنا اليوم، تعريفنا كذلك بهاي المبادرة وهاي الحملة المهمة الحقيقة. كل الشكر لك المقدم الدكتور محمد خميس العثمني مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، شكرا لك. العفو والنصر. إذا مشاهدينا نحن ما زلنا متواصلين وإياكم وبعد هذا الفاصل. حروف غامضة على اليوتيوب، حياكم الله إلى مشاهدينا مجددا. اليوتيوب يشكل موقع مهم لعرض الأعمال اللي يبدعها الهواة وحتى المحترفين للوصول إلى الجمهور اللي يرتاد هذا الموقع الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية. ظروف غامضة هو مشروع مصور عبر اليوتيوب جمع بين الكاتب الإماراتي سعود الشحي وأيضا المخرج طلال محمود وهو كاتب سيناريو. كيف ولماذا؟ هذا اللي بنتعرف عليه في فقرتنا الثانية من أماسي. صار لك اسبوع وانت متغير، شو فيك؟ Thank you.
إذا كانت هاي لقطات من ظروف غامضة هذا المسلسل الإماراتي أو المشروع الإماراتي اللي بنتكلم عنه في هاي الفقرة مع الكاتب الإماراتي سعود الشحي وأيضا المخرج طلال محمود. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. حياكم الله. طلال طبعا ما بغريب زميلنا في إذاعة الشارقة، سعود أكيد يمكن غريب على البرنامج بس أكيد ما بغريب على جمهورك سعود، حياكم الله. الله يحييك. أول شيء يعني واضح من الفقرات اللي شفناها أن فكرة المسلسل مختلفة تماماً. طلال وسعود خبروني من وين جت الفكرة وليش الغموض وليش عنصر التشويق والإثارة اللي يمكن ما حد دخلها العالم من قبل في الإمارات طبعاً، خصوصاً في برامج اليوتيوب. طبعاً هالمشروع اللي طلعنا فيه ظروف غامضة من بعد جلسات طويلة ما بيني وبين أخوي طلال محمود، كنا نبغى نطلع بشيء مختلف عن اللي موجود في اليوتيوب، لانه ما شاء الله وايدين او في مشاريع كثيره انها تنطرح في اليوتيوب، فاحنا كنا نبغى نطلع يعني على غير العاده، نبغى نطلع بشيء غير مختلف تماما، فالحمد لله طلعنا بالتشويق او الاثاره او الغموض تقريبا في الاعمال او المواضيع اللي نبغى نطرحها. طلال، هاي طبعا اول حلقه من المسلسل، وانتم ناويين تستمرون، هل انتم ناويين تستمرون في نفس السلسله؟ وشو المواضيع اللي انتم حاطينها ببالكم انها هي بيتضمنها او بيتضمنها مسلسل ظروف غامضه؟ والله احنا اول شيء يعني يوم بدينا المشروع ما بدينا على انه حلقه واحده وخلاص يعني، او انه فيلم قصير يكون على اليوتيوب، لا انا يمكن الفكره في بالي من 2009 من بدت يعني ظاهره اليوتيوب تنتشر اكثر واكثر. فقمنا نسوي دراسه قبل لا اتعرف على اخوي سعود، يعني بيني وبين شباب المسرح كنت اطمح ان اسوي شيء على اليوتيوب يكون مغاير عن اللي اشوفه، بما ان احنا موجودين في المجال نشتغل دراما ونشتغل مسرح وهذا، فدائما انا اشوف شيء مكرر بالنسبه لي انا. فقلت شو الغير مكرر؟ الغير مكرر ان عندك جرأة، الغير مألوف، هي ان عندك جرأه طرح وفكر. وقمنا نبحث في عالم جديد اللي هو عالم الماورائيات او القصص الحقيقيه، اللامرئيات، القصص الحقيقيه اللي ما تتصدق يعني، لو نجلس نسمعها احنا مثلا هي يعني صاحبه يكون صادق فيها بس ما تتصدق. فقلت حق سعود بعد ما تعرفت عليه انه انا عندي هالمشروع وباسويه تساعدني، ما قصر طبعا. وبدينا اول حلقه وكانت يعني مغامره، لان احنا في ظرف 3 أيام 4 أيام حاولنا ننجز ككتابه وتصوير، وعقب اشتغلت عليها مونتاج بروحي في البيت. ورفعنا الحلقه على اليوتيوب وكنا ننتظر النتيجه، ردود الافعال، وكانت الحمد لله ايجابيه من اول يوم، حققنا مشاهده 2000 مشاهد يعني. نعم. والكل دعمنا معنويا ان نستمر، فاحنا حاطين في بالنا نستمر يعني. سعود، ما تخوفتوا شويه ان يعني موضوع اللامرئيات يمكن او ما وراء العالم المرئي مثل ما يقولون العرب ما متعودين عليه، ونحن في المجتمع الخليجي او المجتمع العربي ما متعودين يمكن على هالقصص، يمكن متعودين عليها فقط في الروايه، بس ما متعودين عليها لا في سينما ولا في مسرح، ولا متعودين عليها كذلك ايضا في الدراما. ما تخوفتوا تدخلون من هذا المجال؟ ما خفتوا ان انتم تلاقون يمكن هجوم او يعني ما تشدون جمهور اكثر؟ هو في البداية شوي كان في تخوف، بس أنا بعدين على أساس أن نتحدى أعمارنا ونتحدى الناس ونطلع بشيء غير مألوف تماماً، يعني تقريباً الموجود في اليوتيوب كوميدي على دراما على أكشن، فإحنا نبغى نطلع بشيء مختلف تماماً على سبيل أننا نقدر نثبت أعمارنا في المكان أو على اليوتيوب نفسه. فعشان كذي دخلنا هالخط، اخترنا يعني نحط قصص، يعني أسمع مثلاً قصة من شخص صارت له هالشيء أو هالحكاية، وازيد من عندي اشياء بسيطه كنوع من الدراما، هي بهاراتي الخاصه على اساس انها يعني تطلع للجمهور بشيء انه درامي، بشيء انه حلو، بشيء انه يعجب الجمهور. نعم. اعتمدتوا كذلك ايضا في التمثيل، يعني طلال انت ما جبت يمكن ممثلين او شباب ما سبق لهم التمثيل، اللي شفناهم هم ممثلين اساسا، فليش اخترتوا ممثلين يمكن يكونون محترفين او كذلك ايضا سبق لهم تجارب في التمثيل؟ والله يمكن لان اغلب الشخصيات اللي حاطينها في بالنا في الموسم الاول اصلا 5 حلقات كلها شخصيات مركبه وتحتوي الغموض وهذا، فانت الحين لو جبت ممثل مثلا مبتدئ فتتعب معاه بالذات لو توصل له الحاله. الشباب اللي معي ما قصروا يعني، هم شباب اصلا مسرحيين،
فصار في كنترول انه ما يكون اوفر اكت، يعني تمثيلهم يكون وايد ما يكون نفس الاداء المسرحي ولكن فصار في كنترول في اللوكيشن. بما اني انا صديقهم وهذا فحاولت اني اقربهم للفكره اللي اباها وفهموها وقدرنا نطلع بالتمثيل الواقعي يعني للواقعيه اكثر يعني، بس يكون باحترافيه حس ممثل داخلي يعني. فبنيت عليها هاي الشغله وحاط في بالي خطه قدام اصلا، حتى في مثلا لكل حلقه راح يكون في نجم معروف يعني. هاي طبعا لقطات من الحلقه الاولى من ظروف غامضه. التصوير طلال كان اندور تقريبا كله، كان في مشاهد داخلي في مشاهد خارجيه في خفيف بس يعني كبدايه الفيلم تجنبتوا الحر يمكن المشاهد الخارجيه هو تقريبا الحر ونفس الوقت لا ظروف القصه يعني صارت انه تقريبا انه هي لازم أغلب تكون اندور اغلبها كانت اندور اشياء بسيطه كانت الاوت دور. حابين تمون على اليوتيوب يعني الان انتم اول حلقه نزلت وحصلت ما شاء الله يمكن نسبه مشاهده دعم وتشجيع من بعض الفئات مثل ما خبرتوني قبل، اللي هو ان في فئه معينه يمكن من الشباب استقطبتها هاي الافكار او هاي القصص ويحبون الغموض وايد، يعني الاجيال الجديده بالذات حتى في الافلام يمكن السينمائيه هم اصلا متعودين على هالقصص ويحبونها اكثر من الكوميديا او من الدراما او التراجيدي او غيره. حابين تتمون في اليوتيوب نفسه الان بما ان اتجاه العالم كله الى الاعلام الجديد او الى عالم وسائل التواصل الاجتماعي واشهرها طبعا اليوتيوب، ولا حابين تنتقلون او تخلون اليوتيوب هو كمحطه اولى فقط؟ والله احنا في البدايه مثل ما قلت ان اول شيء عندنا احنا خطه اليوتيوب نفسها يعني خطه الانتشار في البدايه. نعم. لان راح احنا تركزون على اليوتيوب في البدايه بما ان الحين صارت يعني هاي هي مثل تقول التسويق يعني كتسويق لاعمالنا عن طريق اليوتيوب. بس قررنا عقب كذا اجتماع ان بعد الموسم الثاني او الثالث راح نبتدي يعني نتوجه للمحطات وخليهم يشوفون بعد ما نكون قاعده جماهيريه ويشوفون شغلنا انه تطور ولا لا، لان احنا حلقه عن حلقه نبغى نتطور من ناحيه التصوير من ناحيه الفنيات من ناحيه حتى القصه. وسعود بروحه من كثر الشغل راح يجود كتابته بعدين لقدام. نعم. فطموحنا قدام، احنا طبعا مو مستعيلين لان للحين تجربه جديده على الناس فيمكن ما يستوعبونها بسرعه. نعم. يمكن يصير في رفض حتى، فاحنا لا نبغاهم يشوفون بهالمستوى بهالطريقه ليه ما نطلع بالشيء الكبير يعني ان شاء الله. يعني الناس هم اللي يطلعوننا للقناه. نعم، الناس او الجمهور او القاعده الجماهيريه هي اللي ممكن تنقلك الى القناه. الان الافلام السينمائيه القصيره واكيد انتم طبعا شاركتوا ككاتب سعود وكذلك ايضا كمخرج طلال شاركتوا في افلام سينمائيه قصيره ومهرجانات وكذلك ايضا فزتوا بجوائز. الافلام القصيره مدعومه بحيث ان هناك العديد من الافلام القصيره اللي نجحت وكذلك ايضا فازت بجوائز عرضت في السينما وحصلت دعم ان كان من الجمهور او كان من الجهات المسؤوله. برامج اليوتيوب يبقى تحتها خطوط حمراء. إلى الآن ما في ولا برنامج يوتيوب دعم من قبل جهات معينة أو حتى من قبل منتجين وعرض على قنوات أو خرج خارج إطار اليوتيوب. باعتقادكم شو اللي ممكن يطلع برنامج من اليوتيوب إلى تلفزيون؟ أنا الحين بتكلم من وجهة نظري أنا ككاتب. يمكن الأشياء اللي طرحت في اليوتيوب مثل ما قلت لك قبل أن مثلا أشياء عادية يقدرون كمسلسل يسوونه كدراما وأكشن أو مثلا حتى الكوميدي يقدرون يسوون كدراما، بس أنه يعني كغموض ما صارت في التلفزيون تقريبا. فأنت تعتقد أن الشيء الجديد هو ممكن الشيء الجديد هو اللي راح يفرض نفسه في الساعة؟ هذا رأيي أنا تقريبا. رأيك أنت طلال؟ أنا والله شوي أنا من ناحية الدعم في البداية ما حبيت أفكر فيه وايد لأنه راح يوقف مثل ما يقولون الحلم عندي أنا. فقلت لا خلني أشتغل على نفسي، خلني أبني نفسي أنا والشباب، وفتحت المجال حتى لأكثر عن شخص يشتغل في العمل نفسه. يعني مثل المصور عندي أنا خميس الشحي تعرفت عليه عن طريق يسوي أفلام قصيرة على اليوتيوب. فتعرفت عليه قلت تعال كاميرتك حلوة، تعال يعني تصويرك حلو، تعال اشتغل معي، فاتح الباب. فالدعم صار معنوي بيننا بين بعض. الدعم اللي راح يصير بعدين يعني أتمنى يفهمونا إحنا شو نبغى نقدم، إن إحنا نبغى نروح لعالم جديد كطرح. فهي شوي صعبة في البداية إن يستوعبون الشغلة هاي. بس إن شاء الله إن شاء الله يعني مع الأيام تشوفون. جميل، يعني الطموح موجود الحقيقة وأنتم ما زلتوا مستمرين كيف بداية المشوار.
البرنامج وإن لم يتعدى اليوتيوب، فاليوتيوب بحد ذاته هي ساحة منافسة كبيرة جدا، مثلها مثل أي قناة تلفزيونية أو أكثر ربما عند جمهور الشباب. أنا أبا كذلك أيضا أتكلم عن ظروف غامضة بحد ذاته، شو المواضيع أو القصص اللي أنتم حاطينها في بالكم سعود أنها تكون في المواسم القادمة أو الحلقات القادمة؟ يعني كيف بتتدرجون في القصص؟ على اي اساس؟ يعني هل انت مثلا بتلمس حاجات الجمهور، او الجمهور شو متعطش بالضبط وعلى اساسه انا اكتب، ولا انت حاط في بالك اساسا القصص اللي انت تبغى تطرحها في ظروف غامضه؟ نحن نبغى ناخذ نفس الخط اللي هو الغموض، الاثاره، التشويق، ناخذ نفس الخط. تقريبا القصص اغلبها جاهزه. انزين فاحنا بنعتمد على هالخط، فان شاء الله يمكن على الموسم الثاني يمكن نحن نشوف الناس شو تحب اكثر او شو تبغى اكثر مننا نحن على اساس نحن نقدمه حقهم. بس في الفتره الحاليه القصص تقريبا او الحلقات كلها جاهزه تقريبا. نعم. طلال شو اللي ينقصكم تحس انه الى الان انا ما عندي هذا الشيء وانا محتاجه عشان اكمل ظروف غامضه؟ تحس انه في شيء، في عنصر ناقص بالنسبه لك؟ هو يمكن العنصر الاساسي عندي انا الفريق الفني اللي بيكون وراء الكواليس. حاليا الجهود شخصية فنيين، اضاءه غيره، فانا مثلا مرات انا اصور المشهد وانا محتاج اكون على المونيتور، فما عندي حد. فاحنا عندنا نقص كبير في ان الشباب يتطوعون يكونون معنا، لان في النهايه النتيجه راح تكون للكل، يعني هي فرحه. نعم. فرحه الكل، عمل بيكون باسم الكل، عمل جماعي. عمل جماعي. نعم. فاحنا عندنا بس هالمشكله، ويا ما اعلنت دائما اقول يا شباب اللي عنده خبره في الجرافيك، عنده في الصوت، عنده في هذا يكلمنا، والباب مفتوح اصلا دائما. نعم. الباب مفتوح لنا يعني. نعم. للكل يعني. هو بالفعل هو العمل الجماعي يعني اكيد نتائجه تكون واضحه، والحلو في الجوده وفي كل شيء. الحلو في 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 مشروع ظروف غامضه انه مثلا مو محتكر على سعود الشيح وطلال محمود ككاتب، يعني كاتكلم عن نفسي مش محتكر علي انا ككاتب، ما في مشكله اذا في واحد ممكن تفتحون المجال كذا، فاتحين اصلا المجال، مش انه فاتحين المجال. فريق جميل. فريق كتابه بكون انا فوقهم يعني، بس سعود بيكون مشرف عليهم. نعم. وفي النهايه ترجع لي النصوص ان بس اهذبها واعدلها. نعم. للتصوير يتم الموافقه حتى عليها كإضاءة، كتصوير، يعني فاتحين مجالات في كل الامور، فمو محتكر علينا نحن. عموما يا شباب موفقين، هاي طبعا اول حلقه يمكن اللي شفناها، لكن ان شاء الله الموسم يكتمل، وكذلك ايضا مواسم قادمه تحققون ان شاء الله طموح اللي تتمنونه من خلال ظروف غامضة أو حتى الأعمال القادمة. نقدر أكيد كل الإبداعات الإماراتية، وهذا دورنا نحن هنا أكيد في أماسي. كل الشكر لكم كاتب سعود الشحية، كذلك أيضا مخرج طلال محمود، أصحاب عمل ظروف غامضة أو مسلسل ظروف غامضة. شكرا لكم. شكرا. إذن مشاهدينا فقرتنا الأخيرة بعد هذا الفاصل. أول مشروع إماراتي لتربية الهامور في أقفاص. يا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدينا في هاي الفقرة الأخيرة. المحافظة على الثروة السمكية تساهم من الصيد الجائر طبعا، تساهم في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على هذا المخزون الحيوي، واللي يشكل مصدر مهم للدخل ومهنة أيضا يعتاج منها الكثيرون من أبناء الإمارات. الدولة شجعت الحقيقة من خلال وزارة البيئة والمياه على الاستغلال الأمثل للثروة السمكية من خلال دعم البيئة البحرية والمحافظة على الموارد السمكية، من ضمنها مزارع تربية الأسماك. ضيوفنا لهذا اليوم محمد مال الله ومحمد أحمد الشحي، مواطنان خاضا أول تجربة على مستوى الدولة من خلال إنشاء مزرعة لتربية أسماك الهامور في أقفاص. خلونا نتعرف على هاي التجربة. حياكم الله محمد مال الله ومحمد أحمد الشحي، مساء الخير. مساء النور. أول شيء يعني خبروني عن أزمة الهامور، شو اللي دعا وشو اللي دعاكم أنتوا الاثنين طبعا إلى إنشاء المزرعة لتربية أسماك الهامور؟ خبروني عن هاي المزرعة. محمد تفضل. أول شيء بدينا احنا بتربية الهامور، أول كبداية كهواية. متى بديتوا؟
أنا بديت أول بداية التفكير كانت في سنة 99. 99؟ لا إيه. بس الله. البداية كانت ب 2000. البداية الفعلية؟ هي البداية. قبل أسيا ألجأ حق الهامور ربي مريت لإمارة أم القيوين. نعم. هم كانوا يعني قبلنا كانوا يربون تربية الأسماك. طبعاً أنتم من راس الخيمة. إحنا من راس الخيمة هي. نعم. مريت لإمارة أم القيوين وخديت فكرة. ومريت مزرعة أم القيوين الوزارة بروحها. يعني هناك وزارة يربون الأسماك في أحواض أسماك. وزارة البيئة كانت تربي البيئة والثروة السمكية. نعم. يربون هوامير ويربون أنواع السمك غير عن الهامور بعد. نعم. بس الفكرة كانت في الهامور. أو كبداية كان الفكرة في الهامور. جتني هالفكرة وإحنا كنا كنت أصيد الهامور الصغير كنت أفره. فكرت قلت ليش ما يسى ربيه واستفيد منه. سويت قفص صرت طبعا عند الحدادين. نعم. بنيت لي قفص هندست وقمت أصيده وربي. كبداية ما كانت يعني تجارة. كانت كهواية. هواية هيك هواية. ومحافظة طبعا الغرض من المحافظة على هذا الصنف. ثاني شيء ما كانت عندي فكرة الهامور مع فترة الأوقات يكبر. كل التفكير ربي بعد فترة تقريبا ما يقارب سنة اكتشفت الهامور الصغير الفارنة حجمه كبر. عيبتني يعني هالشغلة قمت شو أزيد في إنتاج الهامور. نعم. بعدين انتميت للسوق تميت نزلت السمك السوق وكسبت يعني مبالغ حلوه. بدات كتجاره لاحقا بعدين كانت يعني من هوايه استوت تجاره. جميل. والحمد لله الله وفقنا ولين الحين. متى بديت التاجر تقريبا محمد؟ متى بديت تجاره الاسماك تقريبا؟ الهامور ولا الاسماك؟ الهامور. الهامور سنه 2000 بديت تقريبا يقارب 14 سنه الحين. ما شاء الله. واستفاد اخواني وياي واصدقائي والناس كلهم. جميل. بس الفكره كانت طيبه يعني. محمد شحي خبرني متى دخلت هالمجال؟ انا والله دخلت تقريبا بعد الاخ محمد بسنتين. نعم. او 3 سنوات يعني. احنا كنا صيادين في البدايه يعني يصير البحر ونجيب السمون السمك وهذا. اي نعم. بس بسبب قوانين اللي هي وزاره البيئه اللي هي تحديد احجام الاسماك او الطول للسمك معين انه ما ينزل في السوق فكنا نجيب هامور او اللي هو الهامور الصغير هذا كميات كبيرة. ففكرنا بعد كيف إن نستفيد منه يعني بدل ما نرجع البحر كيف نستغل هذا. وفكرة الأخ محمد والأخوان في ملقيوين بعد قبلنا سوينا الأقفاص هذه كشيء مبدئي يعني. نعم. شيء بدائي بإمكانياتنا القليلة. لكن مع الوقت واكتسابنا للخبرة والهذا الحمد لله شفنا المردود طيب. بعدها طورتوا هاي الأقفاص؟ طورناها نعم. كانت في البداية كشبك مثلا بعدين استوت للحديد والألمنيوم. وأحجامها طبعا كانت صغيرة كبرت لاحقا. هي نعم. فعرفنا يعني الهامور كيف شو يحتاج وما يحتاج كيف أنسب طريقة أن نوصله لحجم معين. نعم. الأوقات اللي يحتاج فيها للأكل. وإذا تتغير عليه بعد تدرين البحر والماء وهذا يتغير تلوث وغيره وهذا. نعم. شو أنسب وقت شو أنسب مكان ناخذ الهامور أن هذه الأقفاص نقدر ننقلها من مكان لمكان نقدر سهولة تنتقل من مكان لمكان. يعني في صعوبة لكن الحمد لله. نعم. بمرور الوقت عرفنا احنا كيف نربي هذا الهامور. نعم. والحمد لله له مردود طيب كون الهامور مطلوب عندنا هنا في الإمارات. وسعره كيف سعره؟ أهم شيء السعر محمد. السعر طبعا الحين ما يحتكر الهامور ويربى في مزارع بعدين يرتفع الهامور أصلا غالي. لا طبعا يعني حتى الهامور اللي هو في المزارع يختلف عن الهامور اللي هو في البحر اللي في البحر. حتى شو الفرق؟ شو الفرق؟ في فرق في اللون. في الطعم. قليل يعني في فرق بالطعم يكون هذاك الهامور اللي في البحر. من هو أطيب طبعا اللي في البحر بيكون اللي في البحر. هي نعم يجي لونه فاتح ولحمه حتى شوي أبيض فاتح. لأن هذا بيكون في مكان محصور اللي هو في التربية. هو كل ما كانت السمكة حرة تتحرك أكثر تأكل بشكل طبيعي أكثر أكيد بيكون لها يعني لحمها أو كذا معنا تغذيتها طيب. طبيعية 100% ولا 100% نعم. ولكن سبحان الله يعني يمكن الظروف البحرية كذلك اللي توجد فيها أسماك الهامور تأثر عليها يمكن شو يتغذى عليه. نعم. هناك في البحر شو سبحان هذا. الله خلنا نشوف هالفاصل الخاص بمزرعة الهامور أو الأسماك من بعدها نستكمل حديثنا.
حياكم الله. إذا مشاهدينا ما زلنا طبعا مع أصحاب تجربة مزرعة أو تربية أسماك الهامور محمد مال الله محمد الشحي مراسة خيمة، حياكم الله مرة ثانية. الله يحييك. وأبا أتكلم عن الأصناف الأخرى من الأسماك، يعني أنتم طبقتوا التجربة على الهامور، ليش الهامور بالتحديد؟ وهل طبقتوها على أصناف أخرى؟ وهل ينفع أن تطبق كذلك أيضا تجربة على أصناف أخرى من الأسماك؟ نعم، إحنا طبقناها بالفعل على أصناف أخرى اللي هي مثل الصافي والشعم الأبيض والسبيطي. بس من خلال التجربة كان الإنتاج مثل الهامور الصافي طبعا والسبيطي. يعني الهامور الله يسلمك، اللي خلانا نستمر في الهامور أنه يعني يستحمل الظروف الجوية، وبالنسبة لإطعام أو غذاء الأسماك هذه الهامور ممكن أنه 3 أيام 4 أيام ما أكله ما في مشكلة، ما يصير به شيء. أما السمك الثاني اللي هو الصافي ما يتحمل، ما يتحمل، يبغي كل يوم كل وقت أكل، ومش يعني مرغوب مثل الهامور في السوق عندنا نحن. الهامور يعني حجمه أكبر ويكبر بسرعة. يعني أنتوا حسب شو يبون طبعا هذا أنا بعد الزباين أو الجمهور ممكن أنه يفتح المجال. يعني هي بالنسبة للإمكانيات، بعد الإمكانيات اللي هي اللي نستخدمها احنا انسب للهامور. الاسماك الثانيه تحتاج لبيئه شبه مفتوحه، يعني الصافي او الشعري. محمد مال الله، كيف الصيادين تقبلوا هالفكره، فكره تربيه الاسماك او تربيه الهامور في اقفاص؟ حسيت ان الفكره متقبله عند الصيادين، انتشرت بشكل اكبر، تطبيقها كيف ممكن يكون في مناطق اخرى كذلك؟ طبعا الصياد اصلا ما سوى الفكره هاي الا مشاهد غيره. كالفكره بدايته الصياد ما كثير من الصيادين تقبلوا هالفكره. لا هي تقبلوا يعني قبل مستوت في عندنا مثلا احنا في خور معيريط مثلا كان عندنا من قفص لقفص تقريبا. الحين ما يقارب عندنا في الخور يمكن مال 20 قفص ما شاء الله. ايه يعني في صيادين يعني ما يدخلوا البحر، يعني تروم يزخوا الهامور طريقتين. نعم، طريقه يصيدها في البحر ويربيها، وطريقه الصياد يوميه من البحر يجيب سمك الهامور الصغير ينطر يشتري من عنده. يشتري هو حي في الفرضة يعني في المينة في السوق، يشتري ويروح يربيها في التربية. يستفيد في هالحالة. يعني في ناس عندهم عجز يعني صيد الهامور. بس في طريقة ثانية يقدر يصيدونه. يعني ما شاء الله وايدين وايدين الله مبارك. شو المشاكل باختصار، أنا بس لأن الوقت ما يسعفنا الحقيقة، المشاكل شو المشاكل اللي أنتوا تواجهونها أهمها؟ المشاكل وحلها شو بعد المشاكل اللي احنا اللي نتواجهها في تربية الهامور عدة مشاكل. طبعا القفص تغيير الماي. هي نعم، مرات الماي يكون ملوث. تضطرون تغيرونه كل كم تقريبا؟ لا احنا ما نغير، ما تغيرون يعني احنا عندنا في الخور عندنا في الخور دخول الماي، دخول الماء وخروج بنفس المرجرة، يعني ما في مكان بديل. يعني يدخل يتغير لون الماي. اوكي هاي واحد. اثنين عندك حرارة الجو. الجو شوي يأثر على الهامور يكون حار. طبعا الهامور يعيش في الجو البارد والحار، بس كثر الضغط يموت يتعب. ثلاث ليش الجو يكون حار؟ لانه بسبب ترى الأقفاص. لا المكان مش عمق. نعم مش عميق المكان، مش عميق. يعني مكان ثاني شيء عندك استداد. نعم. طبعا احنا مسوينه من قفص يكون في نو، وهو طبعا ما ذهب الى الاعماق يكون درجه حراره انخفض. نعم. القفص. نعم. طبعا في نو، هالنو من المرجان تقريبا. يوم يكثر عليه يسكر. نعم، يكون دخل الماء وخروجه شوي الاكسجين الهامور. نعم، يعني يختنق في هالشيء يتعب. عموما تجربة الحقيقة جميلة. وجميل نحن تعرفنا وياكم كذلك على هالتجربة. للأسف وقتنا انتهى وياكم. كان عندنا العديد من الأسئلة حول الهامور والأسماك. محمد مال الله ومحمد أحمد الشحي أصحاب مزرعة تربية أسماك الهامور، كل الشكر على وجودكم ويانا اليوم. موفقين يا رب إن شاء الله يبارك في هذه المزرعة وحتى في مشاريع قادمة. شكرا إن شاء لكم. إذا إلى هنا وصلنا إلى ختام أمسيتنا أو بداية أمسيات الأسبوع. مشاهدينا قبل أن نختم بس أحب أنوه أن اليوم الأجواء يعني أوحت شوي بعاصفة رملية، ما بقى أبالغ، يمكن هي أتربة فقط وغبار، ولذلك يعني نهيب بمرتادي الطريق أو حتى السائقين خصوصا فترة الصباح الأولى أن يأخذون الحيطة والحذر. وفي أمان الله، الله يحفظكم.